We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. We still have for you a cultural show. In a moment, a great artist will perform especially for you. ولكن لدينا لكم شيئا خاصا بعد لحظة سيقدم أمامكم فنان كبير أمام منتدى حوكمة الإنترنت العالمي وهو هو موسيقار وأيضا رجل أعمال وهو خطيب معروف تعلم العزف على البيانو من سن 14 وربح المسابقة الأولى في العزف عندما كان عمره 18 عاما وقدم عرضا في باريس عندما في مسابقة شوبان المعروفة عالميا عرض وتقدم في العزف في عدة دول وفي قارات عديدة من العالم ومع زوجته أيضا قام بإعطاء جائزة جديدة معنا هو اليوم في كاتوفيتسا وسيعزف لنا ثلاثة مقطوعات موسيقية مقطوعة فوتشيخ كولر وبولونيز شوبينا أسدور والمقطوعة الثالثة سوف يتحدث أيضا كم هي تعليم الموسيقى والتعليم الأدبي للجميع نحن الذين نعيش في حياة التقنية والتكنولوجيا الصناعية أمامنا إنجولف وندر إنجولف وندر Thank you.
Thank you so much. Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today in Poland at the IGF and to talk to such a great international crowd. إنه لشرف كبير وسعادة بالنسبة لي أن أكون هنا معكم في قمة الأمم المتحدة مع الأشخاص الذين يكون قريبين من التحول الرقمي. أنا أريد أن أتحدث بالموسيقى ومدى أهميتها في عالم التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. نحن محاطون بالتكنولوجيا ونعيش في عالم نستلم ونتلقى الإشارات منه من كل الاتجاهات. ونحن أصبحنا مترابطين مع الآخرين عبر الكمبيوترات. أنا موسيقار كما تعرفون، ولكن زوجتي وأنا نظمنا أنشأنا شركة ناشئة في الآي تي، ونحب التكنولوجيا. وصراحة أصبحت ألاحظ مدى تأثير التكنولوجيا في حياة الناس. بكل التأكيد عاداتنا المتعلقة باستخدام وسبل استخدام هذه التكنولوجيا سوف تتغير في المستقبل. الذكاء الاصطناعي سوف يؤثر على كل مجالات حياتنا، وبفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي سوف نكون وبشكل متواصل متصلين بالمحتويات النصية والصوتية. سرعة البث سوف تزداد إلى مستويات خيالية، وفي ذهننا هناك الوعي وشبه الوعي. فهاتان الطبقتان، طبقة الوعي فسرعة نقل البيانات فيها يتراوح من بين 40 إلى 100 ملايين بايت في الثانية. أما في المجال الشبه الوعي أو تحت الوعي فهذا هي سرعة تزداد أضعافا، فنستطيع التركيز على مختلف الأمور في آن واحد ونعالج هذه المحتويات والمضامين الداخلة بشكل عميق في أذهاننا. فنحن بهذه الطريقة أيضا نحس بالموسيقى ونعالجها في أذهاننا. لا نستطيع أن نهرب من الموسيقى، لأن الأصوات في كل مكان تأتينا ونتلقاها. فدعونا أن نفكر بشكل معمق في العلاقة ما بين الموسيقى والصوت والبيانات. لماذا الموسيقى بهذه الأهمية لأجسامنا ولمشاعرنا
أذهاننا، لأن الجسم الإنساني يعالج الأصوات بسرعة كبيرة ونحن نستوعبها ونمتصها، والموسيقى تتأثر في مشاعرنا، تتسبب في إتعابنا أو إنعاشنا وزيادة أو انخفاض التركيز، ولها انعكاسات مباشرة على حالتنا اليومية، لأن الموسيقى هي عبارة عن ذبذبات صوتية. إذا فكرنا في العناصر والأجزاء المكونة لأجسامنا، فنستنتج بأن هناك ملايين من الخلايا التي لها ذبذبات معينة. نتحدث عن الموجات، ومن الناحية العلمية إذا أخذناها في عين الاعتبار، فنلاحظ أن للموسيقى تأثير بيولوجي مباشر على بدننا وجسمنا. ما نحس به ونستوعبه له انعكاس مباشر على مشاعرنا وحالتنا، فما نسمعه له تأثير مباشر ونفوذ على خلق البروتينات وإنشاء الخلايا الجديدة، والخلايا هي المكونات لنا أنفسنا. بلايين من الخلايا تموت بشكل يومي وتحل محلها خلايا أخرى جديدة. هذه الخلايا يتم تعديلها، يتم تغييرها وتبديلها بشكل مستمر تحت تأثير المحيط. عندما عرفت ذلك لأول مرة كنت مصدوما أن الصوت الذي أسمعه ويدخلني يغيرني. أنا كموسيقار وفنان أنا واعي بذلك، أن تأثير الموسيقى علينا وفينا شيء عميق لا يصدق. كلما زادت وتحسنت نوعية هذه الموسيقى، كلما زاد مدى هذا التأثير. الموسيقى العالية الجودة هي الموسيقى التي تزود أجسامنا بألوان الأصوات ولها رسالة عاطفية. الأصوات مهما كنا نفهم الموسيقى أم لا، فهي تؤثر فينا. فمن الناحية العلمية ثبت وبدون أي شك أن الموسيقى تؤثر في أجسامنا وحياتنا بشكل مباشر، وخاصة الموسيقى العالية الجودة. فكلما عرفنا ذلك وطالما عرفنا ذلك، فلماذا نستمع إلى موسيقى المتدنية النوعية وهي فقيرة في بالألوان والأصوات مثل الوجبات السريعة؟ لا نريدها، لا أحد يريد أن يأكل فقط الوجبات السريعة الجانك فود إلا إذا كنا صغار السن ربما. فما هي الجودة في الموسيقى؟ وهذا السؤال جدا صعب، حتى الأخصائيون والخبراء لا يجدون الإجابة الجاهزة على هذا السؤال. فالموسيقى تعود إلى الأفضليات، وهناك كل واحد له مزاجه وما يحبه وما لا يحبه. فلا ننسى أن إذا كان شخصين مستمعين إلى نفس القطعة أو المقطوعة الموسيقية، فدائما يسمعان شيئا آخر، أي طبقة المقاصة علميا، وهناك طبقة داخلية. وإذا ركبنا هاتين الطبقتين معا، فنستطيع أن نتوصل إلى استنتاجات حول جودة مقطوعة موسيقية معينة. في القرن 21 انخفضت وللأسف جودة الموسيقى حول العالم. بلايين من الناس يوميا يسمعون ويستمعون إلى موسيقى متدنية الجودة. لا أتحدث عن أصناف موسيقية معينة، لأن هناك موسيقى بوب ممتازة ومقطوعات كلاسيكية سيئة، ولكن لدينا وبشكل واسع نشهد
قطعة من الموسيقى التي تؤثر في حساسياتنا، ونحن يجب أن نضمن الوصول إلى الموسيقى الفائقة الجودة لملايين من الناس حول العالم. هو هدف جدا مهم جدا، يجب تسجيله في الهدف أو ضمن الهدف الثالث للأهداف المستدامة، وأيضا الهدف الرابع التربية العالية الجودة. الموسيقى تؤثر فينا في جسمنا، وكلما زاد نوعيته وكلما تحسنت حالتنا الصحية. نحن نقف الآن في مفترق الطرق، وتكنولوجيا تزداد تأثيراتها فينا. هناك ملايين من الناس يستخدمون التكنولوجيات الرقمية، وبعد قليل ربما سوف يزول الفروق ما بين الروبوتات والبشر والذكاء الاصطناعي والذكاء الإنساني. ربما الروبوتات سوف تكتب الموسيقى وتعزفها بدلا منا. الذكاء، لنتصور ذكاء اصطناعيا نستشير به في الأمور القانونية أو فيما يخص العلاج، فلا لن تعود هناك حاجة لاستشارة الطبيب. هناك من يحب ذلك، هناك من سيكون مجبرا على الاستفادة من مثل هذه الخدمات. فهناك سؤال نطرحه، ما هي الجودة، ومن سيقرر فيما يخص ماهية الجودة، ومن سيكون من صنع القرار؟ يجب أن نفكر في الطرق لأن يستعيد ملايين من الأشخاص في العالم هذا الإحساس بالفرق ما بين الموسيقى العالية الجودة والموسيقى المتدنية الجودة. يجب أن نأتي بحلول. قبل ذلك شهد الماضي أيضا ظواهر مشابهة. الفنون الجميلة كانت تفتقر أكثر وأكثر إلى الفروق والاختلافات، ومعناه أن نحن البشر نتحول إلى مكائن أو روبوتات قليلا. نحن نلاحظ تقدم الرقمنة، الذكاء الاصطناعي يصبح يسود العالم، ثم بعد فترة قد يأتي يوم لا تحتاج إلينا فيه الروبوتات المكائن. فالتكنولوجيا تتقدم بسرعة، ونحن نواجه بعض المشاكل الخطيرة. أرجو ألا تفهموني بشكل خاطئ، والتكنولوجيا هي التي تصنع أيضا إمكانات وقدرات كبيرة، والتكنولوجيا قادرة على مساعدتنا في التنمية وأيضا التنمية الشخصية. نحن لا نستطيع أن نقع في الخطأ، لأن هذا العنصر البشري الإنساني وجودة الموسيقى هي الطبقة التي لم يعد الاستفادة منها بشكل كافي في معالجة التحديات. لا أريد طفلي أن يكبر في عالم ينظر فيه إلى وجبات طعام سريعة على أنها رفيعة المستوى. فيجب أن نحرص على تشكيل حساسياتنا، أن نبقى البشر ونصنع الموسيقى المليئة بالطبيعة الطبيعية وهذه الحساسية. والقيم والأخلاق هي أيضا مهمة في الموسيقى. هناك شركات ناشئة لحسن الحظ مثل شركتنا نحن الناشئة التي تعالج هذه القضايا والمسائل. نحن نرى أن التكنولوجيا في تقدم سريع وينقصنا الوقت نحن البشر في أن نعيش ونبقى بشرا في هذا العالم. أنا كموسيقار متفائل ورأي أن
الموسيقى العالية المستوى قد تلعب دورا جوهريا في المستقبل. وأيضا بتفاؤل أنظر إلى الشباب، لأن أظن أن التربية الموسيقية والتعليم تسمح لهم في تشكيل هذه الحساسية عند البشر، وهذا الإحساس بجمال الموسيقى. وهذا الجيل الجديد سوف ينظر إلى العالم بشكل آخر. التربية الموسيقية جدا مهمة على نفس مستوى الأهمية مثل التربية المالية أو التربية في مجال أو التعليم في مجال الرياضيات. مواد STEM، الرياضيات والهندسة والعلوم التقنية، نضيف إليها أيضا الفنون والموسيقى. يجب لا نتحدث فقط عن مواد العلوم STEM، ولكن STEM، لأن باللغة الإنجليزية حرف أي Art يشير إلى الفنون. يجب أن نبني هذا الاهتمام عند الأطفال، ولننظر إلى المستقبل ونجاوب على هذا السؤال. ما إذا استطعنا نحن اليوم أن نجد لأنفسنا مكانا مناسبا في عالم التكنولوجيا، أو ضعنا في الطريق رقمنا؟ فالقيم والجودة والأخلاق هي عوامل التي يجب أن نأخذها بالاعتبار في المجالات العامة والشخصية، ويمكننا الاستفادة من جودة الموسيقى لتعلم الصحة وكيفية بقاء البشر. وهذا ما نريده، وشكرا على حسن استماعكم. شكرا لبولندا وشكرا لكاتوفيتسا، إنه شرف كبير أن أتحدث أمامكم.